أرقام إذا قياسية كثيرة أصبحت مسجلة في كتاب جينيس الأرقام القياسية باسم ميسي، ولا زالت أرقام قليلة فقط لم يكسرها حتى الآن. كما تشاهدون مجموعة المباراة الرسمية مع البارسا وصلت إلى 365 مباراة، مع المباراة غير الرسمية مع برشلونة كما تشاهدون وصلت إلى 35، مع المنتخب إلى 77 مباراة، وعدد المباريات مع منتخب الأرجنتين للشباب وصلت إلى 23. الأهداف كما تشاهدون 301 على مستوى الليغا، منها 243 هدفا بالرجل اليسرى، منها 44 هدفا بالرجل اليمنى، ومنها 12 هدفا بالرجل او بالراس عفوا، هدف واحد باليد وهدف واحد بالصدر، كان في نهائي كاس العالم للانديه كما يتذكر الجميع. سجل ميسي حتى الان في شباك 17 فريقا في الدوري الاسباني لكره القدم. مزيد من الاهداف في الدوري 206 بالنسبة لميسي، منها 24 في كأس ملك إسبانيا و10 في كأس إسبانيا، 56 في دوري الأبطال، وهدف وحيد في كأس السوبر الأوروبي. أيضا سجل 163 هدفا في ملعب كامب نو، وسجل 138 هدفا خارج ملعب برشلونة. مزيد من الأرقام على مستوى الدقائق التي لم يسجل فيها ميسي، هي فقط الدقيقة الأولى، الثانية، العاشرة، الرابعة عشر، الخامسة عشرة، السادسة والأربعين، والتاسعة والستين فقط، أما باقي دقائق اللعب فسجل في جميعها ليونيل ميسي أرقام.